نتابع في سياق النشرة. واحة الحجاج في مدينة معان تواصل استقبال قوافل حجاج بيت الله الحرام لإنهاء كافة الإجراءات فيها تمهيدا لتفويجهم إلى الديار الحجازية المقدسة. التفاصيل في هذا التقرير. مع ساعات الأصيل وعلى المدخل الشمالي لمدينة معان، بدأت واحة الحجاج استقبال قوافل الحجيج القادمين من وعبر المملكة قبل دخولهم إلى الحدود الأردنية السعودية وسط ترتيبات بين كثير من الجهات الرسمية. وصلنا إلى مدينة الحجاج في معان والحمد لله استقبلونا استقبال كويس وخدمات وقدموا لنا مية وقدموا لنا طعام ونشكرهم بكل قلوبنا. قطعنا الحدود مسافة كبيرة جداً، وجدنا أمعان حلوة جدا الاستراحة وارتحنا فيها كويس وعملونا كتير كويس. هاي احنا وصلنا على أمعان استقبال كويس، تبعين إدارة الجمارك والتبعين الجوازات أحسن من هيك ما في. أنا تفاجأت من التغيير اللي طرأ على واحة الحجاج، تفاجأت بالاسم واتفاجأت بالتغيير اللي حدث. لم تقتصر الجهود المبذولة على الجانب الرسمي في المدينة، فنجد المتطوعون يقدمون ما يتاح لهم كل حسب مقدرته، وتقدم في الواحة عديد من الخدمات كالتأكد فنيا من سلامة الحافلات والرعاية الصحية التي تقدم عبر عيادة متخصصة حسب ما أفاد به مدير أوقاف محافظة معان بلال البحري. بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات، قامت مديرية أوقاف محافظة معان بتخصيص جميع كوادرها العاملة فيها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتدقيق على الفيز الممنوحة لهم وعلى جوازات السفر ومدى صلاحية هذه الباصات لنقل حجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع فريق إدارة السير. جميعنا نعمل سوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام على مدار 24 ساعة. يذكر أن واحة الحجاج تتبع إلى شركة تطوير معان، حيث أقيمت المرحلة الأولى منها بكلفة زادت عن 4 ملايين دينار، وتحوي الواحة في مرافقها على المصليات والمنامات وقاعات مختلفة ومحل تجاري وعيادة وغيرها. عبر التاريخ فرضت مدينة معان نفسها على خارطة قوافل الحجيج لتقديم كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن طيلة أيام موسم الحج. من واحة حجاج معان، أحمد العجلوني، رؤيا.